ده كان اخر حاجه قلنا ان انا عندي فيه تو ليفلز مهمين جدا. خلي بالك الليفل اللي فوق ده اللي هو ات فيلير اللي هو الالتيميت، ودي نظريه شغاله بيصمموا بيها ان انا بكون واقف في المنطقه ديت اللي هي بتبقى بنقول عليها نظريه الايه الالتيميت، نظريه الالتيميت. وبرضه عند الليفل ده لازم المعادله تتحقق ان الريزيستنس اكبر من او يساوي الايه، كانها معادله اتزان يعني تساوي حاجه بحاجه يعني. والليفل دوت اللي هو عند ايه اثناء استخدامك للمبنى اللي هو ات سيرفيس ايه ليفل، وبرضه لازم المعادله تتحقق كانها معادله اتزان بتساوي طرف بطرف. دي بقى هنا نظريه الالتيميت وهنا نظريه الايه، نظريه الوركينج. يبقى في نظريه الالتيميت بتكون انت فين، وصلت للايه للريزيستنس، وصلت لاعلى مستوى اللي هو السترينث، وبالتالي عند المستوى ده لازم تكبر مين، تكبر اللودز ب 1 و4 و1 وايه و6، لكن الاف سي يو تقسمها على جاما سي وايه، والاف ييلد تقسمها على جاما اس. لو انا شغال بنظريه الوركينج لا، يبقى انا عندي ليفل تاني اللي هو الايه اقل شويه اللي هو بنسميه ات سيرفيس ليفل، اللي هو مستوى الخدمه او استخدامي للمنشا او تشغيل المنشا. فعنده بتكون الاحمال ايه بقى، كما هي بدون ايه تكبير، الاحمال زي ما هي. فطبعا لو الاحمال قلت يبقى انا ببذل ريزيستنس اقل من الريزيستنس اللي فين، اللي فوق، فالريزيستنس هنا يكون اقل. فلذلك هنا انا باخد الاجادات بسميها الاف سي اللوبل وبسميها الاف اس اللوبل، طبعا هتكون اقل من مين، من الاجادات اللي فوق اللي عند اخر مستوى، تكون نسبه منها مقسومه على ايه معامل امان. هنا بقى مقسومه على ايه، على معامل امان. ده بقى يقودنا للايه، للديزاين ايه ميثودز. الديزاين ميثودز الطرق اللي احنا نصمم بيها، احنا قلنا في ديزاين وفي اناليسز وفي حاجه اسمها تشيك وفي طرق للتصميم. في ثلاث طرق للتصميم، في التيميت. فطبعا التيميت دي نظريه بتستخدم في الديزاين، وبعدين في وركينج ايضا دي نظريه اخرى. بعدين عملوا ايه بقى، اخذوا كل نظريه طبعا لها مميزات وعيوب، فاخذوا مميزات الاثنين وعملوا نظريه ثالثه اسمها الليميت ستيتس. اخذوا من الالتيميت جزء واخذوا من الوركينج ايه جزء، اخذوا المميزات بتاعت الاثنين. الوركينج لو انا شغال وركينج يبقى عند انه ليفل، عند انه ليفل انا شغال في الوركينج، يبقى على طول كده ارسم المنحنى واقول هنا كده ده الليفل، يبقى اقول اول حاجه ات سترينث ليفل، ات سيرفيس ليفل، ات سيرفيس ليفل. وبالتالي هنا لو انا بحسب اللودز تبقى كما هي بدون ايه، بدون تكبير، يبقى الدبليو سي مثلا هاخد حاله تحميل واحده جيت زائد اللايف، وبالتالي يبقى الاسترنسز هنا صغيره نسبه من مين، من الاسترنس. فبيبقى عندي الاف سي الاول والاف اس ايه الاول. طب ليه رفضوا النظريه دي وما عادوش بيشتغلوا بيها؟ لان طبعا النظريه ديت لها assumptions، لها ايه فرضيات. من ضمن الفرضيات بتاعت النظريه ان العلاقه ما بين الاسترس والسترين تبقى لينير الاستيك، يعني خط، علاقه خطيه. ليه؟ لان انا لسه في المنطقه الايه، لسه في البدايه، في بدايه المنحنى، فيبقى العلاقه فعلا كانها خط، والاستيك يعني لو شلت الحمل يرجع تاني للاصل. بس هما وجدوا بعد شويه ان الاسامبشنز دي مش مظبوطه، ما بتتحققش، فلان فيها عيوب قالوا لا خلاص هنقفل، ما عادش حد يستخدم الوركينج. اذا ممنوع استخدام الوركينج في الايه، في الديزاين.
يمكن لسه سايبينها في الكود، لكن بعد شويه هيشيلوها، سايبينها على اساس في اجيال قديمه وكده يعني. لكن كل البرامج وكل الناس وكل الكودز بتصمم بايه؟ بتصمم بالالتيميت. لو احنا بقى رحنا للالتيميت، يبقى انا فين بقى المستوى؟ عند الايه؟ السترينث الايه؟ يبقى ات سترينث ليفل، او احنا قلنا ات فيلير او ات التيميت. ولذلك من هنا جاء اسمها التيميت. هنا بقى الحمل بيبقى متكبر، يبقى دبليو التيميت 1 و4 ديد زائد 1 و6 لايف. هنا باخد الستريسز اف سي يو واخد الاف ييلد. انا هنا ما بصغرش، ده انا قسمت على جاما سي وجاما اس، مش معامل امان، لا ده جاما سي وجاما اس عشان عيوب التصنيع مثلا او عيوب التنفيذ. يعني هي عاوز يقول لك مش هتبقى 25، لا ممكن تبقى 23. ليه؟ لان اللي نفذ عمل اخطاء، فال 25 مش هتحقق، فهتبقى 23 او 24. يعني هي كاني عند نفس المستوى برضه، بس ايه في عيب، فانا ايه صلحت العيب بان انا قسمت على معامل. وقلت انا لو مصنع الحاجه تماما ما اقسمش على حاجه، اقسم على واحد وكده يعني. طيب فدي نظريه ودي نظريه، فاحنا هنعتمد الالتيميت ونرفض الايه الوركينج لان لها عيوب، وهنحاول ايه نفكر في العيوب. الليمت ستيتس بقى عملت ايه؟ اخذت من الالتيميت الديزاين. يعني هو لما يجي يصمم القطاع هيصممه طبقا للالتيميت، يبقى عند انه ليفل؟ يبقى ات سترينث ليفل، يبقى عند السترينث ليفل، وبالتالي يبقى الدبليو التيميت بيبقى 1 و4 ديد، 1 و6 ايه؟ 1 و6 لايف، وياخد الاف سي يو مقسومه على الجاما سي، وياخد الاف اس مقسومه على الجاما ال، ويكمل. طب ايه اخذ ايه من الوركينج؟ اخذ ايه من الوركينج؟ اخذ التشيك، انه يعمل تشيكينج. يعمل تشيك على ايه؟ يعمل تشيك على الديفليكشن. طب ليه ما عملش تشيك على الديفليكشن برضو ات سترينث ليفل عند الالتيميت؟ لان انا وقت الالتيميت وقت الانهيار مفيش حد هيفكر في الديفليكشن. مين اللي هيقيس ديفليكشن والمنشا بيقع؟ انا اقيس الديفليكشن وانا بستخدم المنشا. ما ينفعش ابقى قاعد في المدرج ده والاقي السقف ده نازل كده وفي ديفليكشن زايد عن الحدود فهيضايقني. اه ممكن يبقى سيف ومكمل وكل حاجه، بس الديفليكشن هيزيد عن الحدود. لكن المنطقي ان انا اقيس الديفليكشن وانا بستخدم المنشا. نمره اثنين الكراكس، ممكن يبقى فيه كراكس لكن ما اناش عاوزها تكبر، وانا بستخدم المنشا هتضايق لو في كراكس كبيره وكده، فلا حدود ما تعدهاش. ممكن مثلا الفايبريشنز، مثلا لو انا قاعد في البيت مثلا وشغلوا الغساله ما لقيش مثلا الكراسي عماله تتهز والشبابيك بتتهز، ما ينفعش، فانا مش هبقى مرتاح، هبقى متضايق. فالديفليكشن، الكراكنج، الفايبريشنز، الميل مثلا، كل ده انا بحتاج ان هو يبقى قليل بس اثناء فتره استخدامي للايه؟ للمنشا. فلازم اقيسه امتى؟ ات سيرفيس ايه؟ ات سيرفيس ليفل، يعني يبقى في مرحله الايه؟ الوركينج. يبقى هنا الاحمال كما هي، ديد زائد لايف، يبقى هنا الدبليو بتساوي ديد زائد ايه؟ لايف. ويبقى الاستريسز اف سي الاول واف اس ايه؟ واف اس الاول. يبقى انا كده قلت ان عندي ثلاث نظريات، التيميت ووركينج وليميت ستيتس. الوركينج لها عيوب فاهملناها كنسلناها خلاص. الالتيميت ماشيه معايا بس هستخدمها في الديزاين. في الليميت ستيتس بدات ادخل مع الالتيميت الوركينج، لكن في التشيك على الديفليكشن، على الكراكس، على الفايبريشنز، على التلت اللي هو الايه الميل، ان ميل المبنى برضو يبقى يعني في الحدود الايه المقبوله وكده يعني. واضح دلوقتي ان احنا لازم هنستخدم الليميت ستيتس، هنستخدم الايه الليميت ستيتس في النظريه بقى اللي هي الليميت ستيتس اللي احنا خلاص، ودي فعلا اللي احنا درسناها، ليميت ستيتس ديزاين ميثود، هي دي النظريه اللي احنا استخدمناها فعلا او بنستخدمها في التصميم. بس في الليميت ستيتس هي لها ثلاث جوانب مش جانب واحد، احنا يمكن ذكرنا اثنين لسه الثالث. احنا قلنا سترينس، يعني وانا بصمم قطاع، وانا بصمم قطاع فعندي ثلاث اتجاهات او ثلاث جوانب. انا هنا كمصمم في الداخل هنا
وعملوا لي سور كده ثلاث حدود ممنوع اتعدى اي حد من الثلاثه، ولازم تتشك الثلاث حدود، فعش تشيك على جنب وتسيب الاثنين التانيين. لا، اول حاجه بتبص للسترينث اللي هي العضلات، هل ال 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 يعني كاني بعمل ديزاين بالالتيميت، القطاع ده عليه مومنت خارجي اما التيميت نتيجه اللودز، وعليه مومنت داخلي قوه سي وقوه تي وبينهم ذراع عزم، ففي ام انترنال اللي هو هيساوي التي في الواي سي تي. هنا بقى كسترينث المفروض المومنت الداخلي يطلع اكبر من او يساوي المومنت الايه الخارجي، ما هي دي المعادله. ده هو الريزيستنس اللي هو الداخلي اللي هو الانترنال اللي هو القوه سي والقوه تي اللي هو جاي من ابعاد الخرسانه والحديد، ده العزم الداخلي، ده الريزيستنس لازم يطلع اكبر من او يساوي مين اللود افكت اللي هو المومنت اللي جاي بسبب اللود اللي هو الاكسترنال. ونفس المعادله هطبقها للشير، احسب المقاومه بتاعت الشير وقارنها بالقوه بتاعت الشير، لازم المعادله تتحقق، واعيد المعادله تاني للنورمال، المقاومه كنورمال تبقى اكبر من القوه بتاعت النورمال اللي جاي من بره. انا كده بصيت على السترينث، عملت ديزاين للقطاع من وجهه نظر القوه المقاومه يعني السترينث يعني العضلات. طب ايه الناحيه الثانيه بقى؟ ايه الجانب الثاني اللي لازم اخد بالي منه؟ اللي هو السيرفيس ابيليتي. طبعا كلمه سيرفيس هيجي منها سيرفيس ابيليتي. سيرفيس ابيليتي معناها ايه؟ الخدمه، استخدام المنشا، تشغيل المنشا. يبقى في مرحله السيرفيس ابيليتي يبقى هنا هعمل تشيك على الايه؟ الديفليكشن. يبقى المقصود بكلمه السيرفيس ابيليتي ان انا اعمل تشيك على الديفليكشن، واعمل تشيك على الكراكس، واعمل تشيك على مثلا الفايبريشنز وهكذا. طيب لو انا في الجنب ده اللي هو بتاع السيرفيس ابيليتي، يبقى انا عند انه ليفل؟ ات سترينث ولا ات سيرفيس؟ ات سيرفيس، يبقى معناها الديد زائد الايه؟ اللايف. لكن لو انا بصمم هنا بالالتيميت يبقى انا عند السترينث ايه؟ ليفل. يبقى هنا دبليو التيميت بتساوي 1.4 الديد زائد 1.6 الايه؟ اللايف. طيب ايه الجانب بقى الثالث؟ في جانب ثالث لازم اخد بالي منه، مش اثنين بس. انا كده كاني استخدمت الالتيميت في الديزاين واستخدمت الوركينج في الايه؟ في التشيك. طب في جانب ثالث اللي هو الاستابيليتي. الجانب الثالث ده مهم جدا اللي هو الايه؟ الاستابيليتي. طبعا انت هتفضل محبوس جوه لغايه ما تخلص وبعدين تخرج. الجانب الثالث اللي هو الاستابيليتي. انا خلاص كسترينث ما عنديش مشكله، عضلاتي قويه. كسيرفيسابيليتي ما عنديش مشكله. باقي ايه الاستابيليتي؟ ايه الاستابيليتي؟ مثلا يحصل ابليفت، ممكن المنشا كله حديد في حديد، يعني ايه كديزاين كسترينث قوي جدا، مفيش كراكس، مفيش ديفليكشن، كل التشيكس طالعه مظبوطه، لكن المنشا كله يطفو، يبقى في مياه جوفيه في الارض ومنسوب المياه الجوفيه عالي، تيجي تعمل بدروم مثلا وعامل حوائط وعامل ارضيه، فبقى البيت زي كانه صندوق وفي بريشر. انت عارف النظريه بتاعت اذا غمر جسم في سائل فانه يلقى دفعا ايه؟ من اسفل لايه؟ لاعلى. فممكن تلاقي المنشا كله يطفو يطلع لفوق كده فوق السطح كانه مركب. يعني انا فاكر كان في مشروع كان بيتعمل خزان تحت الارض، فطبعا تم حفر الاريا اللي اتعمل فيها الخزان، فطبعا الحفر بيبقى واسع شويه، وبعدين صبوا من هنا ايه؟ الارضيه، وصبوا الاجناب بتاعت الخزان خلاص، وبعدين باقي بقى يكمل السقف وبعدين يردموا كده. فبعدين حصل مطر، فالمطر ده كان زي سيول يعني، فبدا الفراغات اللي هي الحفر زياده شويه، فالمطر بدا يملى الايه؟ الفراغات. فكانت النتيجه ان الجزء ده البوكس ده عام، حصل له طفو واتحرك مشى افقي. فجم تاني يوم لقوا الاساسات بالجناب طلعت لفوق مشت فوق سطح الميه، لان الدفع اللي جاي من تحت اكبر من الاوزان،
يعني الدفع اكبر في القيمه من الوزن بتاع المنشا. ما هو مين اللي بيقاوم الطفو؟ الوزن. فالدفع اللي جاي من تحت اعلى. ليه المركب بتبقى ماشيه في الميه ما بتغطسش؟ ليه؟ لان قوه الدفع اعلى من الاوزان اللي فوق. لو الاوزان زادت هيحصل ان هي هتغرق، لكن الدفع اعلى. فتاني يوم نتيجه ان الميه بقى ايه ملت المكان، فالجزء ده مقفول، فبدا يطلع يطفو ويتحرك افقي. فحصل دلوقتي ايه؟ حصل عدم اتزان، مع انه قوي جدا، خرسانه وحديد، يعني حاجه صعبه. يعني ممكن يحصل اوفر تيرنينج، ممكن يحصل انقلاب، ممكن يحصل انقلاب. انا مثلا لو عندي لوحه مثلا في مشروع، وانا بعمل لوحه في المشروع كده عشان اكتب عليها اسم الايه المقاول واسم والمصمم والمالك وكده يعني، ف وعامل قاعده ضخمه جدا، يعني عامل قاعده، انت لو جيت تشوف الاحمال، احمال ضعيفه جدا والقاعده قويه جدا، فكاسترنس كديفليكشن كل ده تمام. لكن مشكلتي لو جه شويه رياح، ايه اللي هيحصل للوحه دي كلها؟ لو هي كلها حديد في حديد هتتقلب. فانا هنا اعمل تشيك على مين؟ على الاوفر تيرنينج. ايه تاني؟ في عندي السلايدنج، الانزلاق. انا بزق الترابيزه، ده مبنى وانا بزقه، فممكن ايه؟ ممكن يتحرك افقي. الفريكشن قليل، فممكن يتحرك ايه؟ يتحرك في الاتجاه الافقي. فلازم اعمل تشيك على الايه؟ على السلايدنج. طبعا في حاجات اخرى وكده، لكن دي امثله اللي هو الابليفت والاوفر تيرنينج والسلايدنج. اذا انا عندي في النهايه النظريه اللي انا شغال بيها ليميت ستيتس ديزاين ميثود. النظريه ديت لها ثلاث جوانب، اول حاجه السترينث، ثاني حاجه السيرفيسابيليتي، ثالث حاجه الاستابيليتي. طبعا السترينث دي يبقى فين؟ عند انهي مستوى؟ عند السترينث ايه ليفل. السيرفيسابيليتي تبقى عند انهي مستوى؟ عند الايه؟ عند السيرفيس ليفل. وطبعا لازم اعمل تشيك على الايه؟ اوفر تيرنينج والايه؟ وعندي الباكلينج ايضا. يمكن نسينا الباكلينج. ممكن تصمم عمود مثلا، يعني انت صممت عمود، تفتح فايل دي ما تخزنش. اشتغل معاه لازم مقفل عشان لا مش تقفل، لما تخرج بره افتح الملف ده، مش له ايقونه سي ديسك توب. عادي الايقونه يعني عاوز تحديد بعمل وينز. ممكن امسح بس صفحة واحدة ممكن سيبه انا مسحها ماشي. طيب لا نيو كنت بتذكر عشان نجيب واحده جديده. مش مشكله عليك بس. اخر حاجه ايه؟ ايه؟ مش سامع والله، على صوتك شوف.
مش سامع برضه. طيب ما خلص والله. احنا كنا بنتكلم على الليمت ستيتس مش كده؟ اخر كلام ان هو حته صغيره بس ملحوظه مهمه كده ونقفل يعني، بس هي مرتبطه بالعضو. احنا قلنا الليمت ستيتس، قلنا واحد سترينث، ده سترينث يبقى ديزاين صح؟ بقى نعمل ديزاين، اي ديزاين يبقى ايه؟ بالالتيميت ان جنرال، مفيش فصال يعني. نمره اثنين سيرفيسابيلتي، اللي هو ايه؟ تبقى ايه؟ بالوركينج. نمره ثلاثه هنا بقى المشكله اللي هي الايه؟ ستابيلتي. هي المشكله هنا بقى، لو انا عندي فاونديشن مثلا، عندي قاعده فعندي حاجتين، انا اعمل تشيك البيرنج كاباسيتي، اشيك على البريشر اللي هيوصل للارض ده عدى البيرنج كاباسيتي ولا لا صح؟ نمرة اتنين ان انا اعمل ديزاين القاعدة عشان احسب مين؟ الحديد. الديزاين ده يتعمل ازاي؟ بالالتيميت ولا بالوركينج؟ احنا قلنا ديزاين بايه؟ يبقى اعمل ديزاين بالالتيميت. طب والتشيك؟ لو قلنا اي تشيك يتعمل ايه؟ وركينج. طب السؤال بقى، ليه ما عملتش الاثنين التيميت؟ طب السؤال تاني، ليه ما عملتش الاثنين وركينج؟ لان انا قلت ما ينفعش اعمل ديزاين بالوركينج صح؟ لان لها عيوب، فعشان لها عيوب فاحنا هنعمل ديزاين بالايه؟ بالالتيميت. طب ليه هنا في المساله دي ما عملتش برضه التشيك على البيرنج كاباسيتي بالالتيميت؟ اجاوب ولا تسيب لكم الجواب وبعدين نبقى نفكر فيه؟ يلا عشان نمشي، اجاوب على السؤال ولا اسيب الاجابه للمره اللي جايه؟ سؤال تاني، لو عندي قاعده عليها حمل بي، طبعا هتعمل بريشر تحت صح؟ المفروض البريشر ده ما يزيدش عن مين؟ عن البيرنج كاباسيتي. فانا هعمل تشيك ان البريشر اجيب قيمته واقارنها بالايه؟ بالكيو ال لوبل بتاعت السويل صح كده؟ يبقى المفروض لما احسب الاستريس اللي تحت ده او البريشر اللي تحت ده اللي جاي من الاحمال قيمته ما تعديش البيرنج كاباسيتي بتاعت السويل اللي بنسميها الكيو ال لوبل. الجزء الثاني اللي المفروض اعمله ان انا ابدا اصمم القاعده عشان احسب مين؟ عشان احسب الحديد. اعمل ديزاين عشان احسب الحديد، فطبعا انا باخد سيكشن كده على وش القاعده واحسب المومنت، ومن المومنت ايه اخد قطاع مستطيل واصممه واطلع الحديد وكده. فانا قلت الديزاين ان جنرال لازم يكون ايه؟ التيميت. فعشان اعمل ديزاين لازم اجيب البي التيميت اللي هي 1 و4 ديد 1 و6 ايه؟ لايف، واكمل التيميت. لكن انا قلت عشان اشيك على البيرنج كاباسيتي ان انا ما تعديتهاش لازم اعمله وركينج. فالسؤال ليه ما عملوش رخص التيميت؟ ليه ما عملش تشيك على البيرنج كاباسيتي التيميت وتبقى المساله حاجه واحده يعني؟ ايه؟ ما هو يعني انا ما اقدرش يعني، لو ما هي خلي بالك برضو ايه؟ معلش احنا هنمسح عشان ما فيش صفحات ثانيه. زميلنا سأل سؤال كويس بيقول ايه؟ طب ما انا ممكن اصمم قطاع بالوركينج واطلع الاي اس والبي والتي ويبقى دوت ام
يساوي ام ديد زائد ام لايف، مفيش 1 و4 1 و6 وارجع اصممه تاني، اصمم نفس القطاع لي بي وبي تي واي اس، بس احط هنا الام التيميت اللي هي 1 و4 ام ديد 1 و6 ام لايف. المفروض لو انا بصمم قطاع بالالتيميت او بالوركينج او باي نظريه اخرى، المفروض في النهايه التصميم يطلع نفس الحاجه، او لو في فرق بفرق بسيط. واضح؟ يبقى في فرق ايه؟ لو في فرق يبقى فرق بسيط. هي نفس القصه، لو انا بشيك البيرنج كاباسيتي ممكن اشيك عليها بالالتيميت او اشيك عليها بالوركينج، وفي النهايه النتيجه تطلع ان هي سيف اور انسيف. واضح؟ ايه بقى السبب؟ ان انت لما بتيجي تقول ايه؟ لو انا بحسب الكيو التيميت اللي هي بتاعت السويل، او لو انا عاوز احسب الكيو الاوبل بتاعت السويل، يعني لما بيجي لي التقرير بتاع التربه بيديني في التقرير بتاع التربه مين؟ الكيو الاوبل. هو حسب الكيو الاوبل ازاي في التقرير بتاع التربه؟ بيحسب الكيو التيميت ويقسمها على من 2.5 لكام؟ ل 3 عشان يحسب مين؟ الكيو الاوبل بتاعت التربه. ده اللي بيحصل في الواقع. طيب لو انا شغال working هذا قاسم الصفحه نصين كده، عاوز اعمل التشيك بتاع البيرنج بس ده مره التيميت ومره working، فممكن اقول البي التيميت على الكيو التيميت يساوي مساحه القاعده، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ مش انا عندي الاستريس بيساوي ايه؟ الفورس على ايه؟ على الاريا، صح؟ يبقى الفورس تساوي ايه؟ مظبوط؟ طب لو عايز اجيب الاريا في طرف لوحدها، لو عايز اجيب الاريا لوحدها في طرف هتساوي الفورس على ايه؟ طيب يبقى دي مساحه مين؟ القاعده تساوي ايه؟ الفورس مقسوم على ايه؟ مقسوم على الاسترس، صح كده؟ مظبوط. طب لو انا شغال وركينج وعاوز اجيب برضو الاي سي، كنت اخد البي التيميت ولا البي؟ اخد البي واقسم على الكيو التيميت ولا الكيو الاول؟ الكيو الاول. مش المفروض الاثنين يدوني نفس المساحه؟ المفروض الاثنين يدوني نفس الايه؟ نفس مساحة القاعدة. مظبوط؟ طيب تعالى بقى نشيل ايه؟ نشيل البي التيميت من هنا، حط مكانها ايه بقى؟ ده طبعا ديد زائد لايف. شيل البي التيميت وحط مكانها ايه؟ أو خلي ديت بي. خلاص خليها بي. أقدر أشيل البي التيميت وأقول تقريبا 1.5 البي، مش هي 1.4 1.6 يعني تقريبا 1.5 البي على بعضها. مظبوط؟ طيب واشيل مين؟ هشيل مين؟ الكيو التيميت وحط منها مكانها ايه؟ قد ايه بقى الكيو الاول؟ 2.5 ل 3. يبقى من هنا من 2.5 ل 3 الكيو ايه؟ الاول. بص للمعادله ديت، بي على كيو الاول، شيل من هنا البي على الكيو الاول، يتبقى ايه فوق وايه تحت؟ كان المفروض يطيروا قبل بعض، صح؟ كان المفروض الواحد ونص تروح مع الايه؟ مع الاثنين ونص او الثلاثه، عشان يبقى النتيجه بتاع ده زي النتيجه بتاع دوت. هل النتيجه هتطلع واحد؟ لا، ده ممكن واحد منهم يطلع نص المساحه. يبقى ده معناه ان الاثنين ما بينفعوش يدوا نفس الايه؟ يدوا نفس النتيجه. فده السبب لان المعاملات بتاعت الاحمال بتختلف على معامل الامان اللي في المقام، مش نفس القيمه، فبالتالي ما ينفعش استخدم الطريقتين عشان يوصلوني لنفس الحل، لا، حل هيطلع نص الثاني، واحد هيطلع نص القاعده، فما ينفعش. ففي الحاله ديت لازم اعمل التشيك في الاساسات او التشيك على البايل بالوركينج، لكن الديزاين يتعامل بالايه؟ الديزاين يتعامل بالالتو. طبعا احنا عندنا مشكله شكلها كده، ان مش عارف بقى اللي احنا عملناه ده هيتسجل ولا لا، فربنا يستر يعني. انا كده خلصت و
زميلنا بقى ايه هي يسجل يخزن يعني، ولو حد عاوز يسأل عن حاجة نحاول المرة الجاية نظبط الأمور شوية يعني.